شرفنا في مستشفى الفجيرة المشاركة في مبادرة سقيا الأمل، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لنكون جزءا فاعلا في مبادرة سقيا الأمل، والتي تشمل امتدادا للرسالة الإنسانية السامية التي تبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في الخير والعطاء. الحقيقة يحرص مستشفى الفجيرة بكافة فئاته الإدارية والفنية والأطباء من خلال ضخ أكبر كمية مياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل، وعليه تقوم المؤسسة مؤسسة المبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتبرع بنفس الكمية الإجمالية التي سيتم ضخها من موظفي مستشفى الفجيرة. يشرفني أن أثني على هذه المبادرة، مبادرة سقيا الأمل، باعتبارها إحدى المشاريع الإنسانية التي تهدف إلى لفت النظر إلى مشكلة شح المياه الصالحة للاستخدام البشري حول العالم، وتأكيدا للرسالة العالمية لسموه لتكون وسيلة في نشر الخير والعطاء الإنساني في مختلف بقاع الأرض. هناك مشكلة في المياه الصالحة للاستعمال البشري، ملايين من البشر لا يجدون المياه الصالحة، ملايين من البشر يموتون بسبب أمراض المياه غير الصالحة. جيد أن تكون هناك مبادرة وتحدي إنساني للفت النظر لهذه المشكلة العالمية. سقيا الماء هي من أعظم المبادرات ومن أعظم العطايا اللي الإنسان ممكن يعطيها، ودي من أعظم المبادرات اللي الواحد سمع عنها في الفترة الأخيرة. وإحنا بيشرفنا إن إحنا كأطباء في مستشفى الفجيرة وكفنيين وكإداريين وعاملين بصفة عامة فيها إن إحنا نكون جزء من المبادرة، فهي أعظم عطية وأعظم هدية ممكن الإنسان يعطيها للآخرين، أعظم من المال وأعظم من اللبس إنه يعطيهم الماء. فجزا الله كل خير سمو الشيخ محمد بن راشد، وجزا الله كل الناس المسؤولة عن المبادرة وكل الناس اللي ساهمت في ضخ الماء للأماكن الفقيرة. يسعدنا في مستشفى الفجيرة المشاركة في مبادرة سقيا الماء، دعوة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فمن خلال هذه المبادرة نستطيع أن نعكس صورة شعب الإمارات وكل القائمين عليها، فهي رمز الأمل والعطاء، رمز التفاؤل والخير. فمن خلال هذه المبادرة نستطيع أن نوصل نعمة الماء لكل المحرومين، لكل المحتاجين لهذه النعمة للدول النامية، فالماء أساس الحياة. تلبية لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إنعاش مبادرة سقيا الأمل التي تساهم في رفع الحيف عن الناس التي يحتاجون إلى الماء، ومستشفى الفجيرة بكل فئاتها من أطباء وإداريين وعاملين بكل وممرضين وممرضات يشاركين في هذه الحملة في سبيل توصيل الهدف الذي توخاه سمو الشيخ محمد بن راشد في سبيل روي ضم مجموعة كبيرة من البشر في العالم.